الحقيقة ان احنا عندنا مسارين للناس بعد ما يوصلوا لهذا السن، سن التقاعد، ربنا يدينا كلنا العمر ونوصل له. الحقيقة انه في مسار، هو مسار والعياذ بالله والشر بره بعيد ويبعده عننا جميعا، هو مسار الاكتئاب طبعا. الحقيقة ان في ناس يا جماعة بتكتئب لدرجة الموت بعد ما توصل لهذا السن، اللي هو بالمناسبة ما هوش سن كبير قوي يعني. لما توصل الفكرة دي، فكرة انه خلص ما بقاش فيه شغل، ما بقاش فيه اهتمام، عارفة ليه يا شيري؟ لان هما بيحسوا انه ما بقاش ليهم اي اهمية. صحيح. لان هما بيختزلوا اهميتهم في الحياة عموما في الشغل، فهو لو ما بيشتغلش يبقى هو انسان بلا اهمية. وده اللي عايز اقولك ان الدراسات بتقوله، الدراسات بتقولك انه الراجل في هذه المرحلة، الراجل على وجه الخصوص بيكون غاية في الحساسية، بيكون طول الوقت عنده تشكك من انه مهم في حياة الاخرين، وانه مهم في حياة ولاده، وانه حاسس انه مش مهم ومش هتتم مساندته. الحقيقة انه احنا عندنا مسارين، يا مسار الاكتئاب ربنا يبعده عنا يا رب، وده غلط جدا، يا اما مسار تاني. والحقيقة انه في دكتور طبيب شهير جدا امريكاني، طبيب شيخوخة يعني، هذا ده تخصص هناك في اوروبا والدول المتقدمة. طبيب شيخوخة ده راجل مشهور جدا اسمه رونان فاكتورا، وبيقول انه ما قدمناش غير مسارين، يا مسار الخمول زي ما هو استخدم هذا المصطلح، والكسل واللي هيؤدي للاخر للاكتئاب. الخمول ده بالمناسبه هو بيقول انه الخمول هو بدايه كل المشاكل طبعا. لو قررت انك تسكن في المنطقه دي، منطقه الخمول، في هذا التوقيت او في اي وقت في حياتك، فاعرف انه خلاص انت كده الحياه هتتوقف. يا اما مسار تاني وهو مسار انك تكون حيوي ونشيط وباحث عن فرص اخرى، وباحث عن حاجات جديده في حياتك وقصص جديده في حياتك، بعيدا عن الاكتئاب وبعيدا عن الخمول. ده يحصل ازاي؟ زي ما الراجل ده بينصحنا، يحصل بالتواصل، بالتواصل مع الصحاب، مع الاصدقاء، مع الولاد.